السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا اخواتي عاملين ايه؟ انا معايا دريس النهارده هنظبط تظبيط كامل للعيد ان شاء الله، كل سنة وانتم طيبين. فهنعمل فيه كل حاجة، ان انا هنحوش من الكم ومن كل ناحية، هنشوف هنعمل ايه الأول. هنصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، هنشوف المقاس اللي انا واخداه. المقاس في حدود 3 سم، لو 1 سم بس من الكم ومن الكتف اروح واخداه كده من غير ما نقص، لو 1 سم بس اروح واخداه، اما دي 3 سم لازم نحوش الكم وهنشوف نعمل ايه. بكده نكون خلصت الكم، انا سبت 2 سم بس، هناخد منهم 1 سم للخياطه، وبكده نكون خلصت الكم. هنشوف الكتف، العلامه يا دوبك 2 سم، هنسيب 1 سم وهناخد نص بس عشان ما يبقاش واسع، وهناخد بنفس الحده لاخر الكم. قبل ما انا نتني، قبل ما نقص من تحت، هنقيس الدريس، يعني جسمي عشان الاغلب هيبقى فيه جنب طويل وجنب قصير، فانا انسويه قبل ما انقص، هنشوفه مظبوط ولا لا. جربه. العلامه هنا 4 سم، هنقص 2 و2 التانيين هنتنيهم، فهنشوف ازاي الطريقه السهله ان انا انقص. لو انت اول مره تقصي هنشوف هنقص ازاي. ماشي، انا هنقص 2 سم، هنروح دايبه 2 سم واروح معاملاهم واخد علامه قلم. لو انت هتقص على طول ماشي، قص على 2 سم. لو انت اول مره هروح واخد 2 سم هنا، واروح دايبه 2 سم، اروح واخد علامه، ودايبه 2 سم واخد علامه، ودايبه 2 سم واخد علامه، لحد ما تخلص الدرس ودي تقصي ما يميلش ان شاء الله. انا عملت الكتف والكم وعملت الدرس من تحت، ناقص الدرس في النص هنا. النص بتاعي انا اخد 3 سم من هنا و3 سم من هنا، هنشوف لو في عراوي من دوه. انا حايشه العروه من الناحيه الثانيه ومن الناحيه دي، لو بالشكل دي هنحوشها واركبها زي ما كانت. لو بالشكل ان احنا نتنوها من فوق كده ونتنوها من تحت زي ما معمول، هنعمله هنحوش العروه وهنضوي ونركبها تاني، هنشوف على المكنه ان شاء الله. الكم ليه استاك، انا اخد على خياطه وبعد كده هنروح واخده 1.5 سم.
انا واخده العلامه الثانيه هتبقى كده، يعني الثانيه هتبقى على علامه، هنسيب نص سنتي بس على العلامه عشان العبايه او الدريس ما تتضوج هتقصر شويه، فهنسيب نص سنتي بس على العبايه على العلامه. وكده يا جماعه نكون انا خلصت الدريس اهو، بسم الله ما شاء الله، الخياطه على الخياطه، وركبت العروه زي ما كانت والكتف بتاعي. فاحنا ازاي نقيس ونشوفه نلقوه مظبوط؟ لو انت اتخيطه او انت مظبطه الدريس، هنجيب الخياطه دي على الخياطه دي، يمكن ما يطلعش مظبوط، هتلقي العروه جبال العروه اهي، وهنشوف الجنب بتاعه من تحت مظبوط ولا لا. اه الخياطه على الخياطه، والنص بتاعها اهو مش مشدود ولا حاده، والخياطه اللي انا حطيتها قاعده من جوه اهي عشان بعد كده لو الست حابه تتوسع ولا حاده. وكده نكون خلصت. اذا استفدت من الفيديو واذا عجبك ما تنسيش اللايك والاشتراك، ولو انت هتخيطي لازم تشوفي ازاي ان انت تعمليه، ولو انت معاكي درس برضو رايحه تخيطي تشوفي الطريقه ان انت ازاي تعمليه، واستنوني في فيديو جديد، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.